الأذان في المسجد النبوي في المنام. من يرى في المنام أنه يقوم بالأذان في المسجد النبوي علامة على المكانة العالية التي يحصل عليها صاحب الرؤيا، والله أعلم، رؤية الرجل أنه يقوم بالأذان داخل المسجد النبوي في المنام تكون إشارة أنه سيقوم بحج بيت الله الحرام. تدل رؤية الأذان في المسجد النبوي في المنام علامة على صلاح أحواله والتقرب من الله تبارك وتعالى. حلم الأذان في المسجد النبوي في المنام علامة على الراحة والطمأنينة الذي يشعر به الشخص تلك الأيام، والله أعلم. رؤية المسجد النبوي مرتفع في السماء إشارة على المكانة العالية التي يحصل عليها صاحب الرؤية هذه الأيام، والله أعلم. تدل رؤية المسجد النبوي في السماء في المنام تكون إشارة على تقربه من الله تبارك وتعالى. رؤية المسجد النبوي في السماء للمرأة المتزوجة تكون إشارة على صلاح أحوالها هي وزوجها ورزقها بالكثير من الأموال، والله أعلم. رؤية المسجد النبوي في السماء في المنام علامة على كثرة الأموال والرزق الواسع الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا، والله عز وجل أعلى وأعلم. من يرى في المنام أنه يقوم بأداء الصلاة داخل الروضة الشريفة علامة أنه رجل يحافظ على دينه ويتمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية، والله أعلم. حلم الصلاة داخل الروضة الشريفة في منام المتزوجة تكون إشارة على تقربها من الله تبارك وتعالى وصلاح أحوالها تلك الأيام. من يرى في المنام أنه يقوم بأداء الصلاة داخل الروضة الشريفة وكان يبكي بشدة علامة على تخلصه من بعض الهموم البسيطة والمشاكل في حياته هذه الأيام. تدل رؤية الصلاة داخل الروضة الشريفة في المنام تكون إشارة على الفرج والرزق الواسع الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا. من يرى في المنام أنه يقوم بدخول المسجد النبوي بالحذاء وكان نظيف، والله أعلم، علامة على صلاح أحواله وقوة دينه تلك الأيام. رؤية الدخول إلى المسجد النبوي بحذاء غير نظيف علامة على الذنوب والمعاصي التي يقوم بها وعليه التوبة والرجوع لله عز وجل. حلم الدخول للمسجد النبوي بحذاء غير نظيف في منام الرجل علامة على أنه رجل غير ملتزم بالتعاليم الدينية، والله أعلم. تدل رؤية دخول المسجد النبوي في المنام بالحذاء تكون إشارة أنه قريب من الله تبارك وتعالى. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.